نرحب اليوم بأصحاب السمو وأصحاب المعالي وبحضور معالي وزير الدفاع الأمريكي في القمة لوزراء الدفاع الخليجية الأمريكية. اليوم هذه القمة تعقد في ظل تحديات كثيرة جدا تواجه العالم، وأغلب التحديات في المنطقة التي نعيش فيها، أهمها الإرهاب، ويأتي بعدها الدول غير مستقرة والتدخل في شؤون الدول الأخرى في المنطقة. واليوم سوف تركز مباحثاتنا على العمل لمجابهة هذه التحديات سويا كشركاء دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية في شراكة طويلة وعريقة جدا. فاليوم هو اليوم الذي يجب أن نعمل فيه بشكل جدي لمجابهة هذه التحديات. نعتقد أنه بالعمل سويا سوف نجتاز كل العقبات تواجهنا، وأرحب بكم مرة أخرى. لم يدم الترحيب طويلا حتى تم الاتفاق سريعا. دوريات خليجية أمريكية تجوب البحر وتشكل كماشة تمنع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين. لم يعد تهريب إيران للأسلحة محل شك، فلقد سبق أن اعترضت البحرية الأمريكية شحنة أسلحة أثناء اعتراض سفينة بحرية إيرانية في بحر العرب قبل أسابيع كانت في طريقها على ما يبدو إلى الحوثيين في اليمن. هذا الاتفاق الذي أوضحه أمين عام مجلس التعاون الخليجي يأتي في سياق ما عبر عنه الزياني عن قلق الوزراء من استمرار إيران في زعزعة الأمن والاستقرار والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم المنظمات الإرهابية. كما أشار الزياني إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول الخليجية والولايات المتحدة في مجالات عدة، من بينها منظومة الدفاع الصاروخي والأمن البحري والتسليح والتدريب العسكري وأمن الفضاء الإلكتروني. هذه الخطوة في هذا الاتجاه تأتي بعد قرابة الشهر من الاتصال الذي جمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوزير الدفاع الأمريكي، والتي أكدت مضامين على تعزيز فرص الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، إلى جانب تنسيق الجهود الأمريكية الخليجية من أجل مواجهة التطرف الذي تدعمه بعض الدول ومواجهة الدور الإيراني في المنطقة الذي أدى إلى تدهور الأوضاع في المنطقة. استمرار التنسيق ما بين الدول الخليجية والولايات المتحدة الأمريكية يؤكد حاجة الدولة العظمى للاقتراب من حلفائها الأهم في الشرق الأوسط مهما بلغت تلك الخلافات، والتي تتضاءل أمام الحاجة لإيقاف فتيل الإرهاب والتدخلات الإيرانية المستمرة التي تزعزع أمن دول المنطقة.